بالبيت بدك تسيئي لعزمي ولك بجعل الله ما خلعك هاب. أنا؟ شو سويت؟ ليش عم تحكي هيك؟ شنو عملتي يا قليلة الأدب؟ شو عملتي يا قليلة الحياة؟ ولك نسيتي أنك ست متزوجة وبدك تغازلي ابن الجيران؟ أنا عم غازل ابن الجيران؟ ولك ما شفتني عم بنشر غسيل؟ خاف الله يا زلمة عم بنشر غسيل. لا تخون اسمي، لسه ما خلعتها. لا، انت اكيد جنيت، ما ضل في براسك عقل بنوب. انا اصلا ما عاد فيني اتحمل غيرتك. انا ماشي. عادي ماشي قالت هيك ببساطه؟ بتخوني لاسمي وسمعتي وكرامتي وبدك تشوهي كل هذا الشيء وتمشي؟ غلطانه كثير. قبل ما تطلعي من هون راح علق مشنعتك بايدي. لعنك ويلا على الساعه اللي تجوزتك فيها. بابا تضربي انت بالتليفون، يلعنك ويلعن امك. يعني بدك تطلعي غير لامك قلة الادب. الو اوف اوف، ليش كل هالعصبيه هي؟ كانك طالع من خناقه. شبك؟ اهلين امي. شبك؟ ليش هيك معصب؟ يقطعها ويقطع ذكرها وسيرتها. لك امي ليش بشوف النكد الا لما بشوف خلقتها؟ مو كان هذا اختيارك؟ انت بتعرف انا ما كنت موافقه عليها ولا كان بدي اياها اصلا. اسمتي امي؟ مصيبه وصابتني. مر لك امي مر، لانه اشتقنا لك. وانا مشتاق لك امي. على فكره انا مسافر لاوروبا اليومين، شو بدك تكرم عيونك؟ خلي لي اياكي. يقطع عمرها، بدها تضل تنكد عليه لحتى تموته لهالولد. ساعه نحس ساعه ما تجوزها. ليش البابا بيعاملنا هيك؟ ولا شي حبيبتي ولا شي. الله يعينه أبوك، يا شغله كتيرة. ماما رفقاتي بالمدرسة عطول بيحكوا على البابا. شو بيحكوا؟ بيقولوا عنه نسونجي. شو؟ من وين جايب هالألفاظ وليه؟ مو عيب عليكي؟ لساتك صغيرة على هيك حكي. ماما أنا ما عدت صغيرة، والكلام اللي عم يحكوا رفقاتي بالمدرسة كل العالم صارت تحكي. معلش هنن يحكوا اللي بدهم اياه، اما انت ما بصير تحكي على ابوك هيك حكي، عم تفهمي ولا لا؟ بس بعمره ما حسسني بهالشي، بحسه بيكرهني. لا يا حبيبتي، ما في اب بالعالم بيكره بنته. اكيد هو من جواته بيحبك، بحبك كثير. مثل ما بحبك، مو هيك؟ روق ماما روق، شبك صحتك بالدنيا. شلون بدي روق امي؟ وصرت مسخره بين الناس والناس عم تلوك بشرفي. ما عاش اللي بده يمس بشرفها. بس انت الحق عليك، يلي بيته من اجاز هيك بده يصير فيه. شو قصدك امي؟ ما قصدي شيء، بس انا لهلا ما قدرت افهم ليش الخانم ما بدها تجيب لك الصبي. لك لو بدها تجيب لي الاسكندر المكدوني هذا اللي بيحكوا عنه، ما بدي ولد منها. انت ما بدك مفهوم، بس هي ليش ما بدها؟ لك امي لا بطيئة ولا بطيني. واللي ما بطي جوزها ولا بدها منه اولاد، شو بتكون هي؟ شو بلا امي؟ انت كمان هيك عم تفكري؟ انا بلش الفار يلعب بعبي. وليش لا تخليه يلعب بعبك؟ طلعه لبرا. اه ايه لك صاحي، البنت ما بتشبهني ولا بتشبه الحقيره امها، لك ولا حتى امي ولا اختي رغده. لعمة فشلت. انا برجيك يا الهام. اسامه يا اسامه. أهلين أخي. شلونك رغدة؟ ماشي الحال، تفضل. لا معلش، جوزك هو؟ لا ما له هون، مسافر. ماشي الحال، أساساً أنا كان بدي إياكي ما بدي يكون هو موجود. خير شو في؟ رغدة بدي أسألك سؤال وبتمنى تجاوبيني بصدق. غليت لي قلبي، شو في؟ الهام رفيقتك أيام المدرسة والجامعة، وكنتوا تروحوا وتيجوا مع بعض كثير. ما في شيء إلا بتعرفي عنها، مزبوط ولا لا؟ ليش في شيء؟ هلا هي كان العلاقة قبلي؟ يعني كانت تعرف حدا غيري؟ انت بتعرف والكل بيعرفه، كانت البنت مخطوبة لابن خالتها وغيره، ما بظن انها عرفت حدا بحياتها. طيب بحكم انكم كنتوا رفقة وكانت تسر لك بكل شيء، ما قالت لك ليش تركت ابن خالتها وقبلت تتجوزني الي؟ بلا قالت لي،
اجته بعثة دراسية لأوروبا، قامت خيرته يا هي يا البعثة، اختار البعثة، تركته وبعدين قبلت فيك وتجوزتك. وحسب معلوماتك بعد ما أنا تجوزتها ما عادت شافته لابن خالتها؟ ما بعرف، يعني بس هو كل صيف بيجي زيارة لهون إلا ليشوفها عند بيت أهلها. رغدة، أنت ابن خالتها شايفتي بتعرفي شكله؟ أي بلا بعرف شكله. عظيم، كان أسمر غامق شيء، بوشه في شامة في خال شيء، تذكري. ما عم بتذكر، بس يمكن في شامة على خده اليمين، بس مالي متأكدة. في شامة؟ في يمكن، مبلا على خده مبلا. هو أسمر غامق؟ إيه أسمراني. شو صابك أسامة؟ شو صابك أسامة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عشر سنة تاركتيني عم ربي بنات الناس، 14 سنة تاركتيني وعم تضحكي علي وعم تخونيني وتخوني شرفي. يا قلب الشرف لك، يخرب بيتك يخرب بيتك، انا اشرف منك من كل عيلتك ومن كل مين بيجيب سيرتي بكل مزايا حملك. خلصي بك، لك ابن خالتك هذا التافه بده يعلم علي انا اللي معلم على كل بنات العالم. لك ان ما دخلتك السجن ما بيكون اسمي الهام، انا بكره بدي اعمل تحاليل له لبنتي واثبت لك انها بنتك مع انك ما بتستاهلها، بس منشان الحشك بالسجن سنين لا تتربى. طلقني طلقني. فشرتي عم اقول لك فشرتي، ما راح طلقك، راح تم كابوس لحتى اخنقك وموت قطعيه. لك طلقني، انت ما بدك مره شريفه ونظيفه، انت بدك وحده مثلك ملعبه بضحك عليك وتلعب عليك من قفاك. طلقني اعمل لك. اسمعي بدي، ما راح طلقك ولا راح خليكي تحلمي بهذا النعيم. بعرف بدك ياني طلقك لحتى تمشي على حل شعرك. فشرتي، على كل حال ما راح ضيع حالي معك، بدي فرفش، بدي عاشر الناس، بدي عاشر النسوان، وبس ارجع اللي حساب تنعك. روح روح بلا رجع ان شاء الله يا رب. يخرب بيتك يخرب بيتك، شو صار يخرب بيتك يخرب بيتك. لك مو بس نسوانجي، شكاك وظنان كمان. لك بشك بأمه انه ما انا امه، إذا سعلت بيفسرها إشارة لابن الجيران، وإذا تنهدت بيقول عشقاني، وإذا بدي روح لعند جارتي بيقول أبصر مين رايحة تشوف. لك شو بدي أسوي ماني عرفانة؟ طلقي، بمضي طول عمري عانس ولا بعيش مع هيك واحد يقطع عمره. لك فعلا اللي فيه شوكة بتنخزه، داير على كباريهات ونسوان الله يهما تعافينا وسكر وما بعرف شو. لك أختي بس حاجة تتستري عليه بقى، بنتك لازم تعرف مين هو أبوها، أساسا كل الناس بتعرفه وبتعرف صفاته. قلت لها للماما، بعمره ما حسسني انه ابي. المهم شو بدي ساوي ماني عرفانه، شو ساوي؟ شو بدك تساوي؟ طلقي، تركي له كل شيء وطلقي. ايوه، على اساس الطلاق بايدي والعصمه بايدي، عرضت عليه الطلاق وما وافق. وليش بقى؟ لانه خايف تعرف على حدا غيره ويصيروا الناس يقولوا فلانه تجوز اللي كانت مرته لاسامه، وهالشي بيعتبره اهانه لرجولته الافندي. حبيبتي حالتك لازم ينوضع لحد، انا هاد اللي بفهمه، ما بيجوز تستمري معه بهالشكل هاد تحت اي ظرف. لك بعرف هالشي بعرف. لكلين اللي قاعده طويله معه بس يرجع ان شاء الله يوافق يطلق. ان شاء الله عن اذنك. ابي طلي انت ولور بغيابه. ايه ان شاء الله. يلا ماما، الله معكم. آسف آسف، ما انتبهت لك. مو مشكلة، حصل خير. يعني أكيد ما ضايقتي مني؟ يلا عن إذنك. الله معك. تعالوا تعالوا. شو سوي؟ لك والله ما سويت. شفتك فيها وداها؟ لك والله ما حكيت. ولا علي لدك شفتك. ولا علي لدك والله ما. أنت شو؟ تعالوا. بابا ما أنا قصدي. تعالي لهون. مثل أمك أنت، مثل أمك بدك تتمي عليلة أدب، ولك عندك عليلة أدب؟ مثل أمك أنت. ما تستحي يلعنك ويلعن امك، بدي ايه بعيونك انا ولك عليك ادب؟ ما بتحشر على حالك، بدك تتم مفصولك ناقصه مثل امك يلعنك ويلعن امك، بدي ايه بعيونك انا؟ بدي ربيكم، بدي اخلص من. الو مرحبا خاله.
قال الله يخليكي الحقي لور، ابوه عم يضرب قدام باب المدرسة. يلا باي. اذا ما بتحبي تدعي على حدا؟ لا، هذا ابوها، لو ما كانت بتستاهل ما كان ضربها. طيب مع فاي. شكرا. شو هالترباية اللي مربيتيها لبنتك؟ إذا من هلأ عم تتواسخ وتحكي مع الشباب. اوعى، أنا ما بسمح لحدا إنه يجيب سيرة بنتي بكلمة زايحة. أنا كان فيني أدخل ابنك السجن، بس عملت بأصلي. بتخبروه ورقة طلاقي ببعت لي إياها لبيت أختي بدون شوشرة، وقسما عظما إذا ما بعتها لأفضحه بالشارع كلياتها. شو الحكي اللي عم تحكيه يا إلهام؟ هاد اللي عم تحكي عنه هو جوزك؟ كان، ومن اللحظة ما عاد جوزي. بهالحالة رح ياخذ لك بنتك وما رح يترك لك يا. اوعى اوعى يخطر له يفكر او يلعب معي هيك لعبة. هو بيعرف منيح وانتو بتعرفوا منيح قديش كاتب لي مقدم مؤخر. فكروا وردوا لي خبر. امشي امي امشي. الهام شكلها اعصابها تعبانة، بس تروح تهدى بنرجع بنحكي معها. امشي. اللي قلته ما رح اتراجع عنه. خبروا اسامة بهالشي. لا حول ولا قوة الا بالله. لو بدها تطلع عيونها من وشها ما رح طلقها. واخرتها اخي، صرنا حكيانين معها انا وامك الف مره، وراسها والف سيف بدها تطلق. رغده، لو بدها تبلط الزرقاء ما رح طلقها وبتبلغيها شيء. لا حول الله. وبنتك اللي ما سالت عنها وعن صحتها؟ مين؟ بنتي؟ هي مو بنتي، هي بنتها، هي بنت امها. اكل حال شبهها، ما فيها البلا مثل السعدان عم تنط. عيب لك أخي، بنتك صار لعشرة أيام طالعة من المستشفى ولهلأ ما سألت عليها. ولا رح أسأل عنها. وبيني وبينك، إذا بشوفها عم تحكي مع واحد مرة تانية ندرنا علي لعلقنا عودة. إيمين هلأ اسمعي رغدة، يرضى عليك أختي، أنا مسافر، بدي إياك تراقبي لي هالمأشورة السحنة إلهام خطوة بخطوة. شو بدي ساوي يعني؟ إلك علي أحكي معها كل يوم. رغدة أختي الله يخليك، ما بدي منك شيء إلا تراقبي لي إذا بتطلع من البيت. دائما وقت بتصل فيها ما بلاقيها، بتقلي يا بتكون عند اختها يا بالسوق. شلون 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 شلون؟ عليها الحركات هي؟ نسيت اني مرقت ثلاث ارباع السواد البلد من تحت باطي؟ لكن احنا اللي من افلم على كل الناس، ما في حرمه بتطلع معي بالسياره الا بتعمل لي نفس الالبندات ونفس الزعبرات ونفس الحركات، يعني الشيء اللي كنا نسويه بالناس بده يصير فيني انا يا رغده؟ لا، هذا الحكي ما بيزبط ابنه. ماشي يا الهام ماشي. اسامه قال لي في شيء صاير شيء؟ لا 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 لا، ما في شيء ما في شيء. عكل حال صار السفر ضروري. ليش؟ لا لا ولا شيء، بس ارجع من السفر بعد فهمك شو القصه. خاطرك اختي. الله معك. يا اختي الايام عم بتمر، وهذا جوزك عم يتنطوط من بلد لبلد، وانت لا معلقه ولا مطلقه، وبعدين ضيعتي مني ما هيك؟ أعوذ بالله. يا عيب شو عليك يعني الحكي؟ أنا جوزي مسافر وانتي قاعدة عم بتسليني، بس مشكلتك لازم أحل بقى، لازم تنقطع كل صلة لإلك بهذا الضلالي، لازم. معك حق معك حق، الظاهر بالذوق ما رح يفهم. تعرفي رح أنطره لآخر هذا الشهر، إذا ما طلق رح أقيم عليه دعوة وطالبه بمقدم، ساعتها أكيد رح ينخ. إيهو يا عيني عليكي، هذا هو الكلام اللي بنسمع، جوزك ما بيجي إلا بالعين الحمراء ولازم تورجيها. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. ماما بدي اقول لك شغلة، انا شهادتك لا معلقة ولا مطلق، ليش هو العيشة هي اللي عايشة؟ اخ يا امي اخ، مالي عارفان شو بدي ساوي. هاي مرتي مأشورة السحنة، عارفان الى فوتاتها وطلعاتها وما لها قاعدة عاقلة، وهي دور انا متأكد مثل ما اللي شايفك قدام مني ما انا بنتي. بس المشكلة يا امي اذا طلقت ومشيت راح يشوهولي سمعتي، وإذا بقيت عليهم راح يجننوني، شو يساوي ماني عارفة. طيب يا أمي اختار أهون الشرين وطلقها وتنباع بالعزة هي وبنتها. لا أنا متأكد شي يوم راح تضرب براسي وإسلخن طلقتين هن الاثنين وأخلص منهم إلى الأبد. لا يا أمي لا، والله بتروح فيها، هي فيها أعداء. لا أمي اطمني، جرائم الشرف بتجي أحكامها مخففة.
أنا مالي بكل هالحكي. اسمعني منيح، أنت ابني الوحيد، أنا كل اللي بيهمني إنه شكلك ولد مشان يخلفك. إن شاء الله بصير خير أمي، بصير خير. قلي ماما، شبك أنت بهالكم يوم؟ مو على بعضك، هيك لونك مصفر وعيونك دبلاني، شبك قلي؟ تعبان أمي تعبان، وهي السفرة الأخرانية تعبتني كتير، لذلك قبل ما تجي اتصلت بالدكتور وأخذت منه موعد لبكرة. إن شاء الله بصير خير. إن شاء الله بصير خير. طيب أنا قايمة روح، بس لا تنسى تجي لعنا على العشاء. ماشي. أكيد ها. ماشي. يلا بخاطرك. الله معك أمي. لا تنسى اليوم المساء لا تأخر. ماشي أمي. يلا بالسلامة. الله معك. تسلموا دياتك. ماما حبيبتي بدي اياكي تديري بالك على حالك منيح، ما بدنا مشاكل، الله يوفقك. الله وكيلك يا ماما، ما عم ساوي شيء، واذا بدك اسالي الانسات بالمدرسه. والله بعرف، بس ابوكي نيقة عن الخليقه، ما بدنا نعطيه اي سبب لحتى يتهجم علينا. ماشي ماما؟ ماشي ماما، مثل ما بدك. يلا باي. باي حبيبتي. الو. خير؟ إلهام أنا آسف، أنا بعرف إني ظلمتك وظلمت بنتنا لور، بس صدقيني أنا كنت عم مر بظروف كتير صعبة. أسامة، نحن ما لنا أولاد اليوم. أنا اللي معك 15 سنة بحياتي ما شفت فيهم يوم أبيض. بعدين الموضوع مو موضوع خناقة أو زعلة، الموضوع أكبر من هيك بكتير، موضوع حياة، طباع، معاملة. نحن ما بنصلح لبعض بنوب. طولي بالك، بعرف تحملتي مني كتير، بس أنا صدقيني هالمرة ناوي توب. شبكي لها؟ الله قبل التوب أنت ما بتقبليها؟ أسامة الله يخليك لا تضغط علي، أنا جسمي وعقلي ما عاد يتحملوا. إلهام طولي بالك، طيب أعطيني فرصة، جربيني. بجرب لمجرب عقله مخرب. إلهام شبكي؟ عم بترجاكي فرصة واحدة، بترجاكي فرصة واحدة بس. طيب إذا رجعت لعوايدك؟ لا إلهام، لا صدقيني لا، وأنا جاهز أعهد لك قدام أهلي وأهلك وكل الناس اللي بدك ياهن أني رح كون شخص تاني، وإذا ما عجبك طلبي مني الطلاق فورا مطلقك. إيه وعد؟ إيه وعد، وعد إلهام. أنا موافقة بس بشرط. شو هو؟ تباشر بإجراءات الطلاق فورا وتترك لي لور أنا ربيها، ومن هلأ لحتى تخلص الإجراءات منعيش سوا. إذا لقيتك فعلا متغير منلغي إجراءات الطلاق، وإلا كل واحد بيروح لحال سبيله. خلص إلهام أنا موافق، يعني ولو أنه كان شرط صعب، بس قلي لي إمتى رح ترجعي على البيت؟ رح أتفق مع محامي يشوف لي أحسن صيغة قانونية مشان أحتفظ ببنتي وتصير تحت رعايتي، بس صار هالشي برجع. ماشي، والأيام الجاية رح تثبت لك صدق كلامي يا إلهام. باي حبيبتي، مع السلامة. لك شبك شو صاير لك؟ بعمرك ما كنت ني وخيخة هيك؟ ما بلا تبوس رجلها لترجع لك. شبك أمي، أنت بتعرف إني ظلمت المخلوقة هي وبنتها، بعمري ما أرجيت أنه وش حلو. الله يثبت علينا العقل والدين، اللي بيشوفك مبارح بيشوفك اليوم. بيعينا صوتك رغدا، عندك كلمة حلوة احكيها، ما عندك؟ اسكتي. والله يا ابني بدنا اياك تكون مبسوط ومرتاح، وهالإلهام مرتاح، لازم تجيب لك الصبي مشان ما ينقطع ذكرك من الدنيا. ان شاء الله امي، ان شاء الله، بس المخلوقة تشوف معاملتي كويسة معك اكيد رح تجيب لي صبي. يلا عن اذنكم. لوين؟ امي رايح تعبان وعندي بكره شغل كتير،
ايدك امي. واصلي. صباحو على خير. الله معك. اهلين اسامه. سلامات. اهلين. انا اسف شغلت لكم بالكم على لور، بس بصراحه لقيت حالي فاضي. مريت جبتها من المدرسه ونزلنا على السوق اشترينا شويه اغراض. مين على الباب؟ هذا اسامه ومعه لور. لور؟ كيفك الهام؟ انا اسف شغلت لكم بالكم على لور. خلاص توبه ما عاد عيدها. المره الجايه اذا بدي اخذها بتصل فيكم وبستاذنكم. على اذنكم. تفضل تفضل فوت. لا معلش بعد اذنك ما راح فوت لحتى انفذ لك كل طلباتك. صحيح انا اتصلت بالمحامي تبعك واتفقت انا وياه ونفذت لك كل طلباتك، يعني لور راح تبقى معك بشكل دائم، واذا مو مصدقتيني اتصلي فيه وتاكدي. طيب ما حلو تضل واقف على الباب، تفضل فوت. لا معلش لانه بدي اروح اعزل البيت ونظفه. ابعت لك شي وحده تنظف لك اياه. لا معلش لانه بصراحه حالف يمين ما حدا بيدخله بعد الهام. على اذنكم. اسامه انتظر. انا جاي معك. بس خلص. انا صار لازم ارجع على بيتي. لور فوتي ماما، فوتي ضبي اغراضك. يلا. يلا بابا، بسرعه جهزي حالك. أسامة، ممكن أعرف من وين إجت هالحنية كلها لإلك؟ ما بعرف. بتعرفي لام حاس حالي بإني كنت عمى وفتحت. حابب نفتح صفحة جديدة. موافقة. يعني وقف إجراءات الطلاق؟ وقفها. أنا شو بدي من هالدنيا كلها غير إنه نعيش مبسوطين مثل كل الناس؟ تعبت من المشاكل والخلافات. خلص يا ستي. من بكرة لا في مشاكل ولا في خلافات وراح وقف كل شيء. لا أنا قلت لك توقف إجراءات الطلاق بس. أما موضوع حضانة لور أنا ما بتنازل عنه أبدا، هو بكفي واستمرارنا سوا بكفي. خلص خلص لو إيش بكي. خلص أحضنيها العمر كله ما عندي مشكلة. على فكرة لور بهاليومين مو عاجبتني. شبه؟ وضع الصحي مو عاجبني. منك شايفة وشها أصفر ونحفانة كتير. أنا لازم أخذها على المستشفى وأعمل لها فحوصات كاملة. لور؟ بالعكس أنا شايفة صحتها كتير منيحة وما فيها شي، ليش عم تفاول عليها؟ خلص يا ستي اعتبريها من باب الاطمئنان على صحتها بنعمل التحاليل. إيه مثل ما بدك، بس مو هلأ. هلأ عندها فحص بتخلصه وبعدين ساوي اللي بدك إياه. حاضر يا ستي، أنا بأمر لور وبأمر أمه، بس تخلص فحوصاتها رح نزلها على المستشفى وعملها تشيك أب على كل شيء. منيح هيك؟ يعني عن جد أسامة تغير؟ تغير بعقل؟ تقولي مو هذا هو؟ يا ستي مقلوب رأسا على عقل. فعلا غريب، يعني شو سر هالتغير هاد؟ شو بيعرفني؟ بتقولي كان معمله عمل وخلص منه؟ لك إلهام ما يكون عم يقفلم عليكي لحتى تلغي إجراءات الطلاق. إذا بيبقى هيك ليش لطلق؟ أنا أصلاً مو هامني من كل هالموضوع إلا لور. طالما صارت حضانتها بإيدي ما عندي مشكلة. طب كيف قدرتي تحصلي على حضانتها؟ هالمحامي اللي حاططه بلوي مصبرة، حصره لأسامة حصرة غير شكل. يعني إذا أسامة فكر ياخد حضانة لور بده يحط ما فتح ورزق. وأسامة وافق على هالشي؟ وافق. فعلاً هذا جوزك عجيب وغريب. والأغرب من هيك حنيته الزايدة على لور. صوري الله حزقنا نحفانة ووشها شاحب ومصر انه ياخدها على المشفى ويعمل لها تحاليل. هلأ لور وشها شاحب، ايه ما شاء الله عليها مثل العفريتة ما فيها البلا. مزبوط وانا هيك شايفتها، بس هو مصر انه يساوي لها تحاليل، ليش ما بعرف. الله يزيده حنية كمان وكمان. رح اعمل قهوة. شو حبيبتي لور حاجتك اليوم؟ تأخر الوقت بتكملي بكرة ايه؟ ماشي مثل ما بدك. يلا يا عمري. يلا ماما تعي حبيبتي يلا. شو هي؟ ما بعرف. شو جاب على تختك؟ شو بيعرفني؟ أول مرة بشوفها. أسامة! يا أسامة!
خير شوفي ليش عم تصرخي؟ شوف شو لقيت فرشة لور. بابا لور منين جبتيها؟ والله لا جبتها ولا شيء وأول مرة بشوفها. بابا احكي الصدق ما بحاكيكي. والله العظيم ما جبتها ولا بعرف شو هي. ماشي. الحال الصباح رباح. بكرة بنحكي بالموضوع. أنا بدي أعرف هالحنية اللي نزلت من أخوك على مرته وبنته شو جانا من وراها؟ ما بعرف، لا عاد طلع علينا ولا عاد سأل عنا. طبعا مشغول بست الحسني والجمال وبنته. مشكلة يا أمي إنه ماله مقتنع إنه لور بنته، وماله مصدق إنه مرته شريفة، مفكرة عم تلعب بديلة من وراه. أنا بدي أعرف شو اللي غيره لهالولد، شو اللي غيره؟ ما بعرف، شي بجنن. وين رايحة؟ لسه بكير، شغلتي لي بالي شو في؟ خلص قلت لك بعدين بحكي لك، المهم هلا تخلي لي لور عندك لحتى يخلص الفحص وبعدين لكل حادث حديث. لك يا اختي لا تروحي تتركي لي قلبي على نار، بس فهميني شو القصة. في شغلة بدي اتاكد منها، بس اتاكد منها بحكي لك، يلا باي. الله معك. اسمعيني إلهام، بصراحة أنا سايرتك وطاوعتك بكل شيء، بس في قضية ما فيني أتجاهلها نهائيا. ما بقبل على الإطلاق بنتي تنام برات البيت. يا الله شو هي نايمة بمحل غريب؟ نايمة عند خالتها. شوفي حبيبي، أنت بتعرفيني بطبعي ظنون وشكوك، والله يخليكي ما بحب كلام الناس نهائيا ولا بدي وجع راسي. حبيبي عندها بكرة رياضيات وأنا ما بفهم شي بالرياضيات، قلت لحالي بخليها عندها بتدرسها وبتدير بال عليها. إلهام أنا مستعد جيب لها 10 أساتذة رياضيات يدرسوها، بس تنام برات البيت لا. حبيبي مرقها خلص شو بصير يعني؟ حاضر يا ستي، كرمال عيونك رح مرقها اليوم، بس وينك؟ بكرة بس تخلص فحص بجي على البيت فورا. حاضر، أوامرك مطاعة. مبسوط؟ حبيبتي إلهام ترجاكي ما تزعلي مني، بس بتعرفي لسانات الناس ما بترحم بنوب. حاضر حبيبي على عيني. ما بدك تنام؟ هاي طبعا طبعا بدي نام. صباح الخير. تلاقي الخير. صباح الخير حياتي. صباح الخير. شو مبكر؟ مالك مبكر؟ ابدا انا ماني مبكر، انا فايق على وقتي، بس انت متاخره بالنوم. شو ما بدك تروح على شغلك؟ بلا حبيبي بدي روح، يلا ربع ساعه بقوم بروح معك.
ولا لك روح انت، انا هلا بروح بسيارتي. اوكي حبيبي. على كل حال ما بدك تنسي شو اتفقنا؟ بدي ارجع من الشغل، بدي الاقي لور بالبيت يا حبيبي. لعيوني تنتين يا حبيب قلبي. يلا باي يا عمر. باي يا عمري. الو، اهلين أسامة. لا لور لسه ما اجت، بدها شي ساعة لتخلص فحص. لا انا ناوية اخليها عندي لحتى تخلص فحصها على الاخير، ما في داعي تمر تاخدها. طيب طيب مثل ما بدك، الله معك. مرحبا إلهام. ليكي اتصل جوزك وقال انه بده يبعث ياخذ بنتك على البيت. شو؟ اوعك فاديه؟ اوعك تخليه ياخذها؟ بوس ايدك روحي جيبيها بالمدرسه بسرعه. لو بتدمري الكل كله ما تخليه ياخذها. بوس ايدك روحي جيبيها بالمدرسه بسرعه. طب روقي روقي هدي حالك، خلص نازله جيبها. فاديه انت بيتك جنب المدرسه، بتروحي اوام تجيبيها لعندك. ايه؟ اوعك تخليه ياخذها، انا جاي فورا. باي. شبه شو القصه؟ الو كيفك؟ الهام عندك؟ جوزك الو كيفك الهام؟ لور عندك؟ ايه عندي. اجي بيها وتعي على البيت. لا دي جاي ولا انا جايبتها. اوف 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 الهام شو بكي؟ ليه معصبة؟ اسامة كل شيء صار مفضوح، تعالي لك معي. ليش هيك سويت؟ ولا معقول هيك موضوع نحكي على التليفون؟ قلت لك على البيت مالي جاية. على فكرة لها انت صرتي مثلي، يعني صار معك ايدز مثلي. سهلة عرفانك رح تجي، تشرفتي. ليش هيك سويت؟ غريب، مع انه لو شغلتي مخك شوي صغيرة كنت عرفتي ليش انا هيك سويت. أنا ما بدي شغل مخي، بدي أعرف ليش هيك سويت. واحد نسوانجي مثلي بحب النسوان كتير وبيحب يعاشرهم كتير، صوب ليتس بهالحالة ما عاد ولا واحدة تقرب عليه ولا واحدة رح ترغب تعاشره. فقلت لحالي ما صفي لي غير مرتي حبيبتي حياتي، عيش معه وموت معه. بس هذا هو السبب؟ في أسباب كتيرة
تصوري كل هاي السربية اللي جمعتها وكل هاي الأموال اللي عندي وريتها لمرأة لا بتحبني ولا بتطيع الأرض اللي بمشي عليها، ولا لبنت ما أنا بنتي وجبتيها بالحرام. لك ما حدا بيجا بالحرام غيرك، لأنك إنسان مو طبيعي بنوب. أنت واحد مجنون، مجنون! كان لازم تعرض حالك على طبيب نفسي من زمان. بالعكس، بالعكس، الشيء اللي عملته كتير صح وكتير ضروري. بهالحالة إذا حطيت راسي ومتت ما عاد تلعب بيديلك ولا عاد حدا يقرب عليك، يعني غصبا عنك راح تحافظي على سمعتي وعلى شرفي. سمعتك وشرفك؟ ليش انت خليت فيها سمعة ولا شرف؟ لك مو حرام عليك تحكي عن بنتك هيك؟ بنتك اللي هي من دمك ولحمك يا مجرم. تفضل هاي التقرير شوفه وتأكد. برافو، تمثيلية حلوة كتير. على فكرة تجيبي لي 100 تقرير وتحلفي لي 100 يمين انه بنتي ابدا هي ما انا بنتي بنوب. خالتي الله وكيلك انا ما بعرف شيء، شو يلي عم يصير ما بعرف. طب ما لاحظتي شيء على تصرفات امك، على تصرفات ابوكي؟ ما بعرف، يوم بيكون البابا مثل الملاك ويوم ما بينطاق. ايه وشو اللي غيره؟ ما بعرف، بيتنا صاير مثل عش المجانين، ما حدا بيعرف له راس من اساس. ما عم بفهم عليك، شو اللي بدك اياه؟ بدي ولد يحمل اسمي. ولد؟ ومن امتى تجيبه لهذا الولد؟ منك انت. عم تحلم، عم تحلم يا استاذ. انا مستحيل اغلط هيك غلطه مره ثانيه وجيب لك ولد. إلهام، أنا بدي ولد منك لحتى ترتيني معه. شوف أسامة، أنا أجيت لهون لحتى أقول لك كلمتين بدي إياك تفهمون منيح. أنا حياتي معك انتهت من وقت اللي عرفتك على حقيقتك، من وقت لهلأ وأنا عم بتحمل شكك وظنونك وعقدك وخياناتك، عم بتحمل كل هالشي كرمال بنتي لور. فإذا بتحاول تأذيها أو بتقرب عليها تأكد إنه رح يكون آخر يوم بعمرك. بيصير خير إلهام، بيصير خير. هل أسامة رح يجنني؟ تقولي راكبه مليون عفريت، يوم هادي ويوم عصبي، يوم مطايق وشوف مرته ويوم بيبوس رجليها. لك بعمره ما كان هيك. لا أمي، أسامة من يوم يومه هيك، ما حدا بيتوقع ردود أفعاله. هذا بعد ما تجوز هالقليلة الأصل هي. ما بدنا نكذب على حالنا يا ماما، أسامة من يوم يومه هيك بس زادها كتير. أبصر شو صاير معه. اسمعي، راح أعطيكي مهلة شهر تفكري، إذا ما رجعتي راح أتجوز ولا تقولي ما حذرتك. بس وينك؟ إذا بيطلع من دمك حرف واحد بتتفوهي بأي كلمة، كوني متأكدة بنفس هذا اليوم راح أعلق نعوة بنتك. يا أختي برحمة أمك، برحمة أبوكي، برحمة الغوالي عليكي، بس فهميني شو صاير بينك وبين أسامة؟ مو صاير شي، طلع واحد كذاب عم يمثل علي الحب مشان أعيش معه، أنا ما فيني أعيش مع واحد كذاب. طيب شو سوى لحتى كشفتي كذبه؟ إذا بتعيدي لي هالسيرة مرة تانية ما عاد ضل ببيتك لحظة واحدة. ها يا أختي روقي طولي بالك، أنا هالمرة عم بسألك سؤال لأنه إلي قصد تاني. شو هو؟ سمعت خبر ما بعرف إذا رح يفرحك ولا رح يزعجك. خير إن شاء الله. جوزك السيد أسامة راح هو وأهله يطلبوا إيد مايا. مايا؟ مين مايا؟
شبنا نسيتيها؟ مايا بنت جيران بيت أهلك. أنتي متأكدة؟ إيه ستي متأكدة. هذا أكيد مجنون، مجنون. لك أختي شبهك، شو صار لك؟ ما في شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب دخيلك يا ربي، شو بدي ساوي؟ لاني قدراني احكي ولاني قدراني اسكت. في جريمه فظيعه عم تصير قدام عيوني، ماني قدراني اساوي شيء. اذا سكتت بتدمر عيلتي كامله، او يمكن اكثر. واذا حكيت يمكن اخسر بنتي. اخسر بنتي؟ ايه معقول؟ اسامه مجنون وممكن ينفذ تهديده. انا بعرفه مجنون، مجنون. شو بساوي يا ربي؟ شو بساوي يا ربي؟ ساعدني، ساعدني يا رب. شو يا خانم؟ لساك عم تفكري لهلا؟ لا تعذبي حالك وتفكري، لأني قررت وخلصت. قررت اتجوز عليكي واحدة تانية. تعرفي ليش؟ صار عندي خيارات كثيرة، صرت بتشهون أكثر. على فكرة راح أعزمك على عرسي. شو؟ الخميس فضيلي حالك، أنت أول واحدة معزومة على العرس. باي. مرحبا. أهلين ست ملوك. نحن آسفين، ما بعرف شو بدي قلك. الموضوع تقرر وانتهى، والعرس الأسبوع الجاي. ما في داعي للأسف والاعتذار. أنا ماني جاي اسمع ولا جاي عاتب، أنا جاي خلص ضميري قدام رب العالمين. خير، تفضلي. يا لور، لور فادية. يا فادية وين لور؟ رحت على مدرسة جيب جلاء. قديش رايحة؟ شي ساعة. هيك بسرعة روحي جيبي لي لابسة ثيابك، رح البس والحق بسرعة. طيب طيب يلا. أهلين لور؟ إيه أنا أمه. شو؟ بس البنت نزف الدم كتير ولازمها دم، زمرة دم أو سلبي، وهي الزمرة ما بتلتقى، صعبة كتير يعني. شو زمرة الدم؟ أو سلبي. ايه تفضلي تفضلي معي تفضلي. خي شبك وقفتي؟ البنت بخطر، لازمها دم. شبك عم قلك بنتك بخطر وعم تموت وانت لساتك قاعدة؟ الو الو فادية، لك فادية ربتي. الو الو وين بدها تكون؟ راحت نسيت انه رحت تدور على لور. شو بدي اعمل هلا يا ربي؟ شو بدي ساوي؟ هي الوحيدة اللي زبر الدم أو سلبي. فادية وبدي لاقيك يا فادية. يا ربي وين بدي لاقيها؟ ألو لك ألو ركتي إن شاء الله. فادية يا ربي دخيل. الو الو يا ربي شو هالوردة اللي انا فيها؟ يا رب الو فادية وينك انت؟ بالمستشفى؟ مشان الله بوس ايدك برا عيلة لك. ايه برا عيلة للور؟ ايه زمرة دمها او سلبي؟ ايه شو؟
سام تبرع له؟ مجنونة شو قصتها؟ لك أنا مجنونة، هي مرة مجرمة، تخيل شو عملت؟ قتلت زوجها ودعسته بالسيارة، ورفضت تتبرع بالدم لبنتها حتى تنقذ حياتها.